دودار، عايزين نروح لتشكيل الزمالك الامثل اللي انت عامله لنا، يعني طبعا وانت شايف ده افضل تشكيل لنادي الزمالك، واتكلمت على دخول حسام عبد المجيد في التشكيل بدلا من الونش، وطبعا انت بتتمنى انه يلعب 3 4 3 بالظبط. انا شايف ان هو يلعب بثلاثة ورا، لان غياب الونش، لو كان الونش موجود كنت اقدر ان انا اقول يقدر ان هو يعملها 4 3 3، لكن هو بشكل كبير جدا شغال الفتره اللي فاتت في التمرين على طريقه اللعب اللي هي 3 ورا. فانا شايف عبد الغني، حمزه المسلوسي ماشي بشكل كويس جدا جدا، وانا عواد طبعا الاول، وعواد طبعا، وحسام عبد المجيد هو بيحبه جدا وبرضه ماشي بشكل كويس جدا، لكن حسام لازم يركز في الماتش بعد بكره، لازم يركز لانه هيلعب على محمد شريف، ومحمد شريف لو لعب في الماتش ده هيرهق فعلا ديفنس النادي الزمالك، انه بيشتغل بشكل كبير جدا، فلازم يكون في تركيز. انت بتتمنى ان هو يبدا بشادي حسين؟ انا اتمنى، ما انا قلت لجد لو لعب بشادي الدنيا هتبقى اهدى شويه لديفنس النادي الزمالك، لكن لو شريف، شريف لعيب كويس قوي بيقدر يقطع ما بين اتحرك كويس طبعا. فبالنسبه لي الشمال فتوح، شايف ان عمرو السيسي ديفندر مع رؤى وعمر جابر، وبجانب ان امام عاشور يلعب زي ما انا قلت انه يلعب في نص ملعب ناحيه الشمال، هيبقى هاف ليفت بجانب زيزو بجانب الجزيري. من وجهه نظر لو عمرو السيسي بدا هيبقى افضل من الوردي، لان شايف الوردي لسه محتاج وقت. انا محتاج وقت كبير جدا، وماتش زي ده مش محتاج ان احنا نلعب بالوردي، بجانب ان رؤى انت كابتن اشدت بيه وانا بشيد بيه فعلا، وماتش اتطور بشكل كبير جدا. وانا شايف ان لما هيرجع دونجا كمان بيراميدز، لما ربنا يشفيه، مع عمرو السيسي مع امام عاشور في نص الملعب الدنيا هتبقى اقوى بكتير جدا من نص الملعب في نادي الزمالك. لكن لازم احذر رؤى والسيسي، سافيو لو لعب تحت الفيرود بيشتغل بين الخطوط كبيره جدا، فانا قلقان ان هم يسرحوا، لان الضغط عند نادي الزمالك في نص الملعب سيء جدا، وبكره ما فيش وقت ان انت تسيب بعد بكره تقدر ان انت بكره صح انا ماشي صح تقدر ان انت تسيب مساحه لسافيو. سافيو هيبقى مفاجاه للنادي الاهلي، لازم نحذر من اللاعب ده، لان اللاعب ده لاعب كويس جدا وبيتحرك في وسط ورا السيسي وروها، فلازم الديفنس يطلع، ما بقاش فيه جاب ما بين الديفنس والهجوم. هل عندي معلومات عنك ان السيسي ممكن يبدا ولا لسه الراجل ما اتكلمش؟ لا هو لغايه دلوقتي لسه ما حطش التشكيل، هو المفروض ان هو النهارده حط التشكيل، لكن انا ما عنديش معلومه ان السيسي يبدا، لكن انا بقول من وجهه نظري ان حاله السيسي افضل من حاله الوردي يعني. وعمر جابر يلعب ناحيه الرايت، شايف ان الهجوم على عمر جابر ده طبيعي جدا، اي حد من حقه يكتب اي حاجه ومن اي حد يعمل اي حاجه عادي جدا، لكن عمر لعيب كبير جدا، كابتن فريق، المفروض ان هو بيتعامل في منظومه كبيره جدا في النادي الزمالك. وعجبني المشوار مرتضى منصور في دفاعه عن اللعيبه، وهنا بحيي المشوار مرتضى منصور ان هو بيدافع عن اللعيبه، بيدافع سبورت المستر فريرا، وده كان زمان ما بيحصلش جدا، كانت الدنيا المدير الفني يجي يخسر ماتشين ثلاثه يجي المشوار مرتضى يمشيه عشان خاطر خساره. لا دلوقتي فيه رئيس النادي بيدعم المدرب، بيدعم اللعيبه، فدي حاجه كويسه جدا. انت عارف جدو، يعني طبعا الطريقه، تغيير طريقه اللعب، يعني اللعب ب 3 4 2 1 ليه مزايا وعيوب. انا بتفق معاك وبتمنى ان يعني بتمنى انا كراجل زملكاوي ان هو يلعب بالطريقه دي. عارف ليه؟ لان المشكله الكبيره يا جدو في لعب الثلاثه لعيبه على الدايره في خمسه ورا، ان دايما الباك ليفت والباك رايت بتوع الفرقه الثانيه بيبقى عندهم وقت على الكوره لما بيستلموا في رجليهم، لانه عقبال ما الوينج باك يروح يقابل، وخلي بالك هو الراجل وهو بيبدا الهجمه كولر دايما الباكين بيبقوا في نص ملعب الاهلي. لو لعبنا، لو الزمالك لعب بخمسه ثلاثه اثنين، عقبال ما امام عاشور يطلع يقابل، لو هو اختار ان امام عاشور يطلع يقابل، صح، او عقبال ما علي معلول يطلع يقابل او الناحيه الثانيه، هيكون الباك رايت والباك ليفت والاهلي عندهم اربع خمس ثواني على الكوره. لو وهما الاثنين لعيب الكوره كويسه بالزبط. علي معلول لو عنده وقت على الكوره هيعلق لك الكوره في ظهر الديفنس وهيعمل لك مشكله كبيره جدا. دي مزاياها. عيبها زي ما انت قلت ان اللعيبه اللي موجوده في نص الملعب محتاجين لعيب ثالث يتقلهم، يعني رؤى وزكريا. انا مش انا يعني زكريا الوردي انا شايف ان البدء بيه في ماتش الجمعه مخاطره كبيره جدا، طبعا مخاطره كبيره ممكن تخلص عليه. بس ازاي مخاطره يا ميدو؟ انت راجل جايب راجل محترف، راجل محترف راجل بيلعب في منتخب بلده المحليين، انت بالذات تقول عليه ان هو مثلا يلعب ماتش الاهلي مخاطره؟